في رحلة أخرى ورحلة مشوقة مع كاتب مميز وهو صاحب دار أولد بوك أكيد، وراح نتعرف وياكم كيف تشكلت أفكاره وتحولت إلى كلمات تلامس قلوب القراء، كما سنلقي نظرة على إسهامات دور النشر في تطوير المشهد الأدبي العربي والتحديات أيضا التي تواجه صناعة النشر في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، للحديث أكثر رحبوا معي بالكاتب يوسف العزاوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. مساء الخير أستاذ علي، أنتم مساء جميعا. الله يسلمك. وتحية لمشاهدينا الكرام. الله يسلمك ويا مرحبا بك. طبعا في البداية أكيد يعني لك مؤلفات أستاذ يوسف أنت باسمك وكثيرة ما شاء الله، ياريت لو تحدثنا عنها وعن أبرز تلك المؤلفات. بالبداية اسمي يوسف العزاوي، صاحب دار أولد بوك في العراق. عندي 5 مؤلفات، منها قد رزقت حبها وحديث السعادة، ترجمت لخمس لغات وطبعت بطبعات كثيرة، نالت إعجاب القراء لأنها تلمس الواقع وبنفس الوقت تحرص على تطوير يعني أعمال الشباب إلى الأفضل وتطوير من حياتهم. نعم طيب، ما شاء الله عليك أستاذ يوسف، أنت بعد ترجمت أعمالك إلى 5 لغات، والسؤال هنا دور الترجمة في نقل الثقافة العربية إلى العالمية بما أنك أنت ترجمت هذه المؤلفات؟ بالبداية احنا عندنا تجارب لدول عربية كبيرة نجحت بآخر سنين، يعني من عندها دولة الإمارات العربية المتحدة، فاحنا نحب انه هاي التجارب الناجحة والمتألقة انه نعكسها لدول أخرى. أبسط شيء مثل عندك مثلا تجربة كوريا الجنوبية أو تجربة اليابان، في ضوء سنين قليلة هي نجحت، فإحنا نحرص أنه نصدر ثقافتنا للدول الأخرى، نصدر عاداتنا وتقاليدنا وحتى لبسنا وهيئتنا للآخرين، لأن هاي يعني تعتبر بالأخير هي هويتنا، هويتنا كعرب وهويتنا كمسلمين. نعم أنت كاتب أيضا لقصص الأطفال، والسؤال هنا أيضا أستاذ يوسف، ما مدى صعوبة الكتابة للطفل كونها مختلفة عن الكتابة العادية بحكم أنك أنت تخاطب فئات عمرية صغيرة؟ يعني أكيد صراحة أنه يعني القراءة صعب تزرعها يعني في حب الرجل الكبير أو المراهق أو حتى طالب الكلية أو المدرسة، فأني لما شفت التجارب يعني الآخرين بالقراءة شفت أنه يركزون على القراءة من عمر 6 أشهر، يعني أكو كتب مصورة بعبارات بسيطة أو أشكال أو أشكال أو رموز معينة، فتبدأ أنه لكل فئة عمرية من 6 أشهر، سنة، 2، 3، أكو كتب معينة، هاي تزرع حب القراءة بالطفل، وهاي راح تكون إلى عادة. تعرف أنه الإنسان لما يستمر على فعل معين لمدة طويلة أو لمدة 40 يوم، هذه راح تكون جزء من يعني عاداته اللي راح يستمر عليها للكبر. وأيضا احنا عندنا مقولة أنه النقش في الصغر، التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فأنت لما تبدأ كتابة الأطفال للأطفال والاهتمام بهم وتصدير لهم الأفكار الجيدة وزرع بهم القيم النبيلة، أنت راح تحصل على هدفين: الأول أنه أنت علمت الطفل على القراءة، والنقطة الثانية أنه زرعت به العادات السليمة والقيم النبيلة. فأنا أشوف هذا الجانب مهم جدا، ولذلك أنه أنا اهتميت أنه أكتب به. وأما الشق الثاني لسؤالك، الصعوبة طبعا الصعوبة كبيرة، لأنه أنت لازم تقدم للمتعة والألوان والرسومات وبنفس الوقت تبعد عن الملل، فأنت لازم تحافظ على شقين. هو الطفل عادة ما يلفت انتباهه أي شيء، يعني لابد أنه يكون شيء معين، شيء أنت تعرف أنه راح يجذب أو يجذب الطفل له أكيد. طبعا لذلك مثلا اختيار الألوان، اختيار الشخصيات، اختيار مثلا الملابس إلها، المواقف اللي يمر بها الطفل، هذه كلها تعكس بالقصة القصيرة وتكون كلماتها بسيطة. وأهم نقطة أنه تشكل، أنه الحركة، الكسرة، حتى يتعلم القراءة اللغة العربية بشكل صحيح. نعم أكيد. أحيانا أستاذ يوسف يعني وأعلق بس على الموضوع، احنا الكبار نتحرى او يعني نتوقع ان في بعض الكتابات او القراءات تناسب الطفل، هذا هي احنا نشوفها انها
كويسة وأنها مفيدة للطفل، ولكن لا تناسب معه، ما تجذبه، يقول لك ما عجبتني مثلا. فضروري جدا بأن نحن نعرف طبيعة الطفل هذا، نعرف انجذابه شو، على شو يستهوي بالضبط من القراءات، نشوفه هو يروح لوين، ونكتب له أو نقدم له فيما هو يتوجه له بطريقة عصرية سلسة تعليمية، بحيث أنه تكبر معه. وإضافة إلى ذلك أنه أكو وسائل يعني للتعليم مثل المكعبات والبازل، وهذه كلها هي يعني متعة مع يعني مع التعليم. فإحنا لازم نجمع هذا الشقين، الموضوع أنه متعة الطفل في هذه اللعبة أو في هذه القصة، وبنفس الوقت أنه يعني يتعلم شيء جديد. فهذا اشوفها انا مهمه، ويعني انه لازم احنا الكبار نشوف الشيء اللي يناسب الاطفال بمنظورهم الخاص وليس بمنظورنا احنا، لانه اللي احنا نشوفه ممتع قد الاطفال ممكن يشوفوه غير ممتع. بالضبط، هذه النقطه اللي كنت بوصل لك اياها اكيد. طيب استاذ يوسف، انت اسست دار اولد بوك، وهي دار نشر معاصره بطابع جديد ولتقديم الكتب يعني بشكل مغاير، خلينا نقول يعني عصري شوي. والشيء المختلف في دار أولد بوك عن باقي دور النشر شو هو؟ طبعا يعني كلنا نعرف انه التكنولوجيا والعلم ده يتطور بشكل ملفت وكبير جدا، ودخول مثلا يعني مثلا بعالم الكتب، دخول الاوديو بوك ودخول الاي بوك سبب طفره كبيره في عالم النشر. انت اذا ما راح تواكب يعني كدار نشر، اذا انا ما واكبت انه تطور هذا التكنولوجيا، انه انت بالاخير ما راح تقدم شيء جديد. فاحنا انه بدار النشر مالتنا نحرص على تقديم اغلفه جميله جذابه، تقديم محتوى مناسب، وايضا انه ترجمه الاعمال. احنا يعني اغلب شغلنا ترجمه الاعمال من اللغات الاخرى، ننقل تجارب الدول الاخرى الناجحه، ننقل قصصهم ونترجمها الى اللغه العربيه حتى القارئ يستفاد ويشوف شيء متنوع. نعم. طيب حدثنا ايضا عن اسهامات دور النشر استاذ يوسف في تطوير المشهد الادبي العربي هالايام او هالفتره، خلينا نقول. صراحه يعني اقفد نقطه معينه مهمه لازم انوه عليها، ياريت. انه كل دوله تعرف بمثقفيها. ممكن راح اقول لك بيلي، راح تقول لي البرازيل، لكن اذا سالتك منو رئيس وزراء البرازيل يعني ما راح تعرف او قد يكون غائب عن ذهنك. فانه كذلك الكتاب واللاعبين كره القدم والسينمائيين هم اللي راح يصدرون هذا المشهد الثقافي، لان هو راح يكون صاحب فكره نبيله. يعني ابسط شيء مثلا انه نجيب محفوظ الكاتب الروائي المصري، اكو كثير من الاجانب ما يعرفون مصر، لكن هم يعرفون هذا الكاتب العظيم، يعرفون اسهاماته. فانه الكتابه هي مهمه جدا، نشر الكتب هي مهمه جدا، نشر التوعيه، نشر الثقافه، وايضا تصدر افكارك لدول اخرى. ابسط شيء قد كثير من الدول احنا مثلا ما زرناها، لكن احنا نعرف عاداتها وتقاليدها من خلال الكتب ومن خلال الافلام اللي نقلت لنا هذه الصوره وشكلت لنا طابع ذهني بدون ما نزور هاي البلده المعينه. فدائما انوه انه هذا هي اهميه الكتب واهميه النشر واهميه التطور. وما شاء الله في اخر الخمس سنين اللي فاتت اكو تطور ملحوظ يعني لعمليه النشر في الوطن العربي بشكل عام، والامارات بشكل خاص لان هي مهتمه جدا بعمليه النشر. واكيد شاهدنا كنا معرض الشارقه للكتاب اللي انتهى قبل يومين، ونشوف الاهتمام الكبير للكتب، ونتمنى لجميع الدول العربيه اخذ هذه الخطه باهتمام بعمليه النشر. طيب فيما يخص مشكلة النشر لدى العرب، أين تكمن التحديات فيما يخص هذا الموضوع تحديدا؟ شو التحديات اللي تواجه الناشرين العرب أستاذ يوسف برأيك؟ يعني أنا قبل شوية تكلمت وياك كناشر، هسه حاليا راح أتكلم وياك يعني بمنظور الربح والخسارة. تمام؟ يعني الكتب هي مادة غير ربحية. ليش؟ أنا ممكن أطبع كتاب واحد أنت تقرأ وأنا أقرأ وغيري يقرأ، عكس مثلا المشروبات الغازية، عكس مثلا الأكل والشرب، فيكون إنتاجها محدود. تمام؟ فإحنا أنه يعني كل دولة أو كل مثلا الوزارات المهتمة بالشؤون الثقافية هي اللي تشجع وتسهل عملية النشر، هي اللي تدعم هذه العملية، لأن تعرف بالأخير أنه طباعة الكتاب مكلفة جدا وتحتاج وقت طويل وتحتاج عدد من الموظفين. يعني إذا أدخلك في تفاصيلها ممكن حلقة كاملة ما نخلص. ف
فقلت لك انه يعني مسؤوليه الدوله ووزاره الثقافه والجمعيات الثقافيه هي في دعم النشر، وايضا مثلا وسائل الاعلام هي تدعم مثلا الكتاب بظهورهم على التلفاز، هي تدعم في ترويج للكتب، فيعني او المشاكل هي لا حصر لها، يحتاج لها حلقه ثانيه، بعد لكن صاروا حلقتين الحين صار اطلبك حلقتين. يعني المشاكل هي كثيره، لكن مع التسهيلات مثلا الحكوميه، الرعايه الحكوميه، المنح اللي تتقدم، هي راح تساعد بتطور عمليه النشر، وبالاخر هذا كله نتيجه هي يحسب فخر للدوله، لان كنا احنا نفخر بكتابنا ورساميننا وفنانيننا. يعني انا مثلا افخر من العراق، انا افخر مثلا بسها حديد كفرضا، ليش؟ لانه هي يعني عرفت العراق، يعني العراق بصوره جيده كمهندسه كذا، وبقيه الدول على هذا المنهاج. يعني انا اضرب لك مثال حتى توضح الصوره، في كل دوله لها مبدعيها ولها كتابها ولها رساميها، لكن انه لازم احنا نشجعهم. ويبقى ايضا انه يعني المواطن العادي هو ايضا يشجع، احنا شلون لك المنتج المحلي، الكتاب العربي، الكتاب الكاتب مثلا الاماراتي. صحيح صحيح، حتى الشخص العربي على قولتهم في المجتمع العربي، المجتمعات العربيه المفروض انها تشجع. ولكن انت ذكرت قبل شوي يعني ان عالم الكتب ربحيا تقريبا يعني عالم ضعيف، خلينا نقول، ولكن لانه مش من المنطق ابدا. يعني انا صاحب عائله، عندي عائله ادبيه تقرا، تحب القراءه وكذا، ان اروح اشتري كتاب بعنوان معين لكل واحد كتاب، يعني هو نفس الكتاب طبعا. وكتاب واحد تقراه العائلة كلها. لكن الدعم مطلوب أكيد بلا شك، التشجيع مطلوب، إن شاء الله أنهم يتم الدعم ويتم التشجيع على نشر الكتب في البلدان العربية بين الناشرين العرب تحديدا. لكن نصيحتك أنت اللي تشوفها نصيحة جوهرية كونك صاحب دار نشر، يعني للناشرين، شو نصيحتك للناشرين؟ النصيحة للناشرين هي الاهتمام بالمحتوى وبتنوعه، وأنا أشجع أكثر شيء على الترجمة، ترجمة الأعمال من يعني اللغات الأخرى للعربية، ومن العربية إلى اللغات الأجنبية. إحنا صراحة إحنا بعدنا ما وصلنا هذه المرحلة، يعني إنه نترجم إلى لغات أخرى، لكن نطمح إلها، وعندنا تجارب جيدة جدا، إنه عندنا كتب ترجمت إلى عدة لغات، 5 لغات أو 4، انه هاي مفيده، يعني مفيده للطرفين، انه الطرف الاخر يتعلم منها، وايضا دار النشر المحليه هي راح تسوق لكتبها بشكل اكبر وبشكل اوسع. يعني نصيحتي الاولى هي الاهتمام بالمحتوى وتقديم محتوى جيد، لان يعني تعرف الكتاب ممكن يوقع بيد اي انسان، ممكن طفل، ممكن مراهق، فممكن انه فكره تاثر عليه. فخلينا نحافظ على محتوى نظيف، محتوى يستهدف الأطفال وتشجيعهم على القراءة، يستهدف اليافعين وتشجيعهم على القراءة، ولأنه تعرف القراءة مهمة جدا. أكيد احنا فيما يخص الموضوع أن محتوى نظيف ومحتوى كذا، اللهم لك الحمد، نحن في دولة الإمارات نملك من الأجهزة الرقابية على هذه، على هذا النوع من النشر، أجهزة قوية والله الحمد، أجهزة تعنى في مواضيع النشر. شفناها بالمعرض، وما شاء الله اهتمام دقيق بالرقابة على الكتب، ويعني شكرا لدولة الإمارات على هذا الدعم للثقافة وللمشهد الثقافي. الله يسلمك. وعلى طاري المعرض، أنت أيضا شاركت ما شاء الله عليك في معرض الشارقة الدولي مؤخرا. نعم. كلمنا عن مشاركتك هذه أستاذ يوسف. طبعا نشوف، يعني هي الشارقة هي من سباقة في معرض الكتاب، يعني بمقارنة بالدول البقية، فتشوف أنه كتجربة المعرض تجربة ناجحة جدا، كل التسهيلات موجودة، وتشوف يعني معرض عالمي بأدق العبارة، من ناحية الترتيب، من ناحية تواجد دور النشر من مختلف دول العالم. هذا ما سهل بالنسبة لنا كعلاقاتنا بدول أخرى، بموضوع مثلا منح الترجمة اللي تقدمها معرض الشارقة، وأيضا تعريف كتبنا وإصداراتنا لبقية المكتبات في الإمارات ولبقية جمهورنا العزيز في الإمارات. فكان معرض ناجح وتجربة جيدة، وأشجع أنه القراء دائما على الذهاب، لأن هم السر، والسر الأكبر والخفي لإنجاح أي معرض. فهذه النقطة المهمة دائما أنه إحنا نوجهها تنظيم، اللهم لك الحمد، كتنظيم للمعارض أستاذ يوسف
في دولة الإمارات، يمكن أنت ما لحقت على هذه الحقبة، من يوم نحن صغار ولله الحمد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، نهج القيادة الرشيدة، هي دائما توصي الناس والمجتمع بالقراءة. والمعارض هذه نحن كنا نزورها وإحنا صغار، وكانت مثل الزيارات الرسمية من قبل المدارس الموجودة الحكومية في الدولة لهذه المعارض. فأنا أذكر ما أدري كنت في الصف الرابع يمكن أو الصف الثالث، وطلعنا زيارة على شو اسمه معرض الكتاب، وهذه الزيارات نحن كطلاب كنا نترقبها وننتظرها كل موسم كل سنة. فعلا جاءوا كثير من المدارس، وأيضا يعني المعرض قدم كوبونات للأطفال، يعني تعرف قد يكون مثلا ما شايل وياه فلوس أو شيء، فإنه هاي الكوبونات تشجيعية على القراءة. ففعلا إنه معرض يعني قديم ودورات سابقة كثيرة، فهو هذا السر بالنجاح، إنه تراكم الخبرة أدى إلى هذا النجاح اللي شفناه. بالضبط. طيب نروح شوي للجهة الربحية خلنا نقول، وأسألك برأيك يعني أهمية إقامة مثل هذه المعارض ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين دور النشر والكتاب العرب أيضا. طبعا يعني هي قلت لك انه الكتب والكتابه بشكل عام يعني مو ربحيه بدرجه كبيره، لكن انه نشوف مثلا في الغرب اوروبا وامريكا انه الكتاب مليارديريه ودور النشر يعني بارباحهم مبالغ طائله، ان شاء الله نصل هاي المرحله. لكن انه خلال المعرض هو فرصه كبيره لدور النشر حتى يحقق ارباح، حتى يبيع اصداراته الجديده، وحتى يعرف الناس بالاصدارات الحديثه اللي صدرها مؤخرا. فالمعرض هو مهم جدا ويعني فعال لخدمة الناشر ولخدمة القارئ، وهو حلقة وصل بين جميع الأطراف، بين القارئ والناشر وصاحب المكتبة، وفعالية جميلة. يعني أنا واحد من الناس أستمتع بأجواء المعرض وأوقاته. نعم، يعطيك العافية أستاذ يوسف، أنا تشرفت فيك حقيقة، وأتمنى أن تكون لقاءات أخرى قادمة إن شاء الله تجمعني فيك هنا في الفجيرة، تجمعنا أكيد الكاتب الأستاذ يوسف العزاوي. شكرا جزيلا لك على تواجدك معي اليوم. شكرا لك عم، الله يسلمك، كنا لك يوم سعيد، ليلة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله.